سي بو عبد الكريم مقهوة مطعم تنمارس المهنة ديالي مقهوة مطعم ايوا المسالة ديال لامبورتي ما غاديش يخرج لنا لامبورتي ما غاديش يخرج لنا الحساب لاجلاش ما 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 ما, ما غادي ما شكون مع من غادير لامبورتي لان هو الحالة كاين الحصار ما بين المدن ما كاينش مادام ما كاينش التنقل ما خداميش الكيران ما خداميش الطاكسيات ديال المدينة للمدينة كاين واحد مسموح بواحد التنقل ما يمكن لكش يخدم لك لامبورتي واش لامبورتي بديرو مع جارك جارك ما يمكنش يجي ياخذ عندك قهوة ويديها لدارو الحالة ما يمكنش لاجلاش واش غادي يخلي القهوة في الدار ويجي عندك انت القهوة باش يدي عندك لامبورتي ما خدامش القهوة بصفة نهائية سواء كما كان الحال سواء مقهوة مطعم واللي كان ما لامبورتي لا لاجلاش ما كاينش كاينين غير الناس البلاد وما كاينش واحد التنقل ما بين المدن ما غاديش يخدم لامبورتي وثاني الا درتي لامبورتي الا عندك 8 الخدامة ولا 10 ولا 12 ولا 16 كل واحد اش عنده ديال الخدامة الا درتي لامبورتي يمكن لك تخدم جوج خدامة وهذاك الناس الاخرين اش غدير لهم كيفاش غدير معاهم كيفاش غتعاملهم اش غادي يبان لهم غادي يبان لهم على ان هذوك انت راك خسيتيهم ولا راك ما عندكش فيهم واحد الثقة ولا بزاف الاحتمالات تتنزل على مول المحل في الاتجاه هذا ديال الخدام لان ما يمكنش عندك 6 الخدامة ولا 8 ولا 10 تحل المحل وتخدم شي وشي تجري عليه راه ما يمكنش الا خدمتي شي حد غادي يبقى الحال في الاخرين تسمع على انك درتي واحد التمييز ولا واحد المساله عنصريه ولا واحد بزاف الاحكام كاين غادي يمكن هذوك الناس يجيو عندك ما هو الطن ويمشي يقدروا يمشيو يهزوا بك دعوه للمحكمه يقدروا بزاف عده مسائل ولهذا المساله ديال لامبورتي ما خداماش القهوه المسائل اللي هذا ما خدامه شاي وهاد المسائل خص الدوله هي تساهم مع هذا القطاع هذا لان هذا القطاع ديما هو تيأدي وديما تيتجاوب وديما تيخلص وديما تيأدي ولكن في هذه النسبه ديال كوفيد 19 خص الدوله تساهم مع هذا القطاع هذا وتساعده وتساعد اليد العامله ديالو تساعد مالي المحلات والقطاع تحاول كيفاش تساعد باش الناس يعاودوا يزدهروا في الحياه ديالهم لان واحد العدد ديال الناس غادي ينسحبوا من هذا القطاع لان كاين اللي قريب من مليون كاين اللي قريب 500 كاين اللي قريب مليون و500 كاين اللي قريب 200 300 400 على حسب كل منطقه على حسب ولكن هاد الناس كيفاش غادي يديروا واش هما عندهم 4 شهور عندهم 4 شهور الكرا الا قريب جوج المليون 4 شهور شحال هادي 8 المليون 8 المليون كيفاش غادي 8 المليون غير يحل ويوقف عليه امور الكرا راه زيد المنزل ديال السكن ديالو الا كان كاري الا كان هذا تابعين مصاريف تبرا ما هو رد الفعل ديال هذه المسائل هذه ولهذا هو وخص المسائل ديال الضريبه خص تعفي عليهم الدوله في هذه المسائل عندك الاجبائيات عندك هذه المسائل الضريبه والاجبائيات وهذا الشيء ديال المجلس البلدي ذاك سميتو خص هذه المسائل تعفى فيها الانسان تعفى فيها المحل المسائل كلها هي خص يتعفى فيها المحل لان الحكومه هي خصها هي تساهم بواحد الدور وكاين هذه المسائل كاينين الناس ديال الجمعيه الوطنيه لارباب المقاهي الناس ديال اللي كاين ما بين الرباط وسلا هما تيتفاوضوا مع هذه الحكومه في هذا الوضع حنا متبعين داك الشيء معاهم غير في الواتساب مع المسائل اللي هي داروا تيلوحوا في الواتساب وتنقلبوا وتنتلاقاو دوك المسائل لان حنا الناس في المنطقه السوس ما كاينش حد عندنا في المنطقه السوس اللي هو مع كاين هذا الحجر ما كاينش حد في الناس ديالنا اللي هو مشى عندهم الاجتماع اللي هو شارك معاهم في الاجتماع ديالهم ديال ملي كاين هذا الحجر ما كاينش حد اللي يدخل مع دوك الناس ديال الجمعيه الوطنيه لارباب المقاهي الرساله ديالنا حنا تنضمنوا مع الجمعيه الوطنيه لارباب المقاهي والمطاعم في سلا وفي الرباط حنا منطقه ديال سوس انا شخصيا لان السيد احنا تنضمنوا معاهم الى حس علينا هذا القرار ديال لامبورتي ولا هذا الشيء حنا ما غاديش ما لان غادي يجبد لنا غير المشاكل ما غاديش يسعدنا بشي حاجه هذا ضرر غادي غير يضر بينا ما غاديش ينفعنا بشي وشكرا والسلام عليكم. إدريس أيت إبراهيم رئيس الجمعية المهنية لأرباب المقاهي والمطاعم مدينة أكادير منطقة الباطوار. الأسباب اللي كنطرحوا علينا أن شنو هو السبب الوحيد اللي جعلكم هذه المحلات ديال المقاهي والمطاعم ما بغاوش يحلوا يعني السبب قدامهم أنهم ما بغاوش يحلوا ولو أن الدولة أعطتهم القرار باش يحلوا المحلات ديالهم أونبورتي يعني يحلوا يبيعوا عن طريقة أونبورتي يعني باتخاذ الاحتياطات يعني الاحتياطات الوقائيه ولكن السبب اللي جعل هاد الناس هادو انهم ما بغاوش يحلوا المحلات ديالهم هو السبب اللي اضطرنا ان ما نحلوش المحلات ديالنا حاليا المقاهي ولا المطاعم ولا المجبانات ولا يعني كاع الحاجه اللي هي عندها علاقه بالاكل او الشرب
السبب الوحيد اللي جعله هو ان هاد الناس هادو عندهم اسباب كثيره. السبب الاول هو عندهم العمال، يعني كاين المحل اللي فيه 8 ديال العمال، 10 ديال العمال، 6 ديال العمال، 4 ديال العمال، يعني يمكنش انه يرجع جوج ويخلي جوج، ولا يرجع ثلاثه ويخلي ثلاثه. هذا السبب الاول. السبب الثاني هما الضرائب. هاد الناس هادو عندهم الضرائب. كاينه القهوه دابا راه عندها 13 ضريبه، ما يمكنش انها تجي وتخلص وتحل. باش غادي تخلص؟ هي خدمات مثلا من 12 ولا من 11 ديال النهار حتى 6 ديال العشيه ولا 8 ديال السوايع، باش غادي تخلص الضرائب؟ باش غادي تخلص الماء؟ باش غادي تخلص الضوء؟ باش غادي تخلص؟ يعني ماشي هذا هو الحل. ماشي هذا. حنا ماشي ضد الدوله ولا ضد القرار ديال الدوله ولا حاشا ولله، ولكن الاسباب المتعدده اللي كتجعل هاد الناس انهم باش يحلوا، خص هاد الناس يديروا معاهم الحل. كيطلبوا منهم كما عندي وانا كرئيس جمعيه فهنا في منطقه البطوار، كرئيس جمعيه عندي واحد التنسيقيه مع الجمعيه الوطنيه لارباب المقاهي والمطاعم. هذا هو السبب، يعني الامر الوحيد اللي كيطلبوا من هاد الناس هادو من الحكومه هي انهم يديروا معاهم الحل. الحل ديال اعفاء من الضرائب، على الاقل اعفاء الضرائب ديال 2020 والاعفاء من لاسينيسيس، يعني من صندوق الضمان الاجتماعي، والاعفاء من الماء والضوء، لان هاد الناس واكلين العصا بزاف. هاد الناس راه واكلين العصا حاليا، راه ما تدعموا من حتى حاجه. الناس هنا التجار والناس ديال المحلات والناس راه كلشي ما كاين حتى شي داعم، ما تدعموش. كون قلتي كان شي داعم من الدوله نقول الناس الحمد لله، ديال الرامي دعموا، الناس ديال لي كارت اللي عندهم كارت دعموا، الناس اللي عندهم لاسينيسيس دعموا، ولكن هاد الناس هادو راه مضرين واكلين العصا. راه كاين هنا، انا في منطقه البطوار هنا كاين اللي كاريب 15000 درهم، كاين اللي كاريب 10000 درهم، كاين اللي كاريب 12000 درهم. كل واحد راه مضر، ما عندوش مسكين منين يجبد. الا جاب الله حل المحل راه غيوقف عليه مول الكره باش بيفك معاه، زائد الخدامه، زائد الماء، زائد الضوء، زائد الضرائب، راه عنده الشر بزاف. يعني ماشي هذا هو الحل. الحل الوحيد، الحل لهاد الناس هادو انهم الدوله خص دير معاهم شي حل احسن. ما هذا ماشي حل. هي هما عندهم فكره اننا نبداو بالتدريج، هذه كتسمى طريقه تدريجيه، ولكن راه ما خدامهش يا اخي، ما خدامهش هذه الطريقه هذه، ان بنادم يجي ويحل المحل ويخدم اون بورتي من 12 ديال النهار حتى 6 ديال العشيه، اش غادي يبيع؟ شحال من ساندويتش غايبيع ولا شحال من قهوه غايبيع؟ لا، بالعكس نديروا شي حل اللي هو اولى. فهمتي؟ الحل الوحيد هما هاد الناس هادو يديروا معاهم بعدا شي حل ديال الاعفاء كما قلت لكم، ديال الضرائب، الاعفاء ديال الماء والضوء، شي حاجه اللي غادي تساعد معاهم الدوله بها. وهذا اللي ما كان. وكنشكركم بزاف، وكنشكروا قناه شوف تي في على اللجوء ديالها اللي جات عندنا هنا لمنطقه البطوار، وحنا راه ديما الحمد لله معكم، الله يجزيكم بخير وشكرا لكم بزاف على هذه التظاهرات اللي درتو. حنا هاد الايامات راه صيفنا الحمد لله في الرميده، وهذا الشيء اللي كاين داك التضامن وداك الشيء راه ما كاين والو. بلا ما كذب عليكم اللي قال لكم راه مستفدي المقاهي، ما استفدت وراه حنا تقهنا، راه ما باقي مازال ما استفدناش. راه 3 شهور اللي جالسين ما كان لا عقا عليك، ما كان عقا عليك يقول لك هاك ولا واش خصك شي حاجه ولا، راه ما كاين والو. بلا ما كذبوا عليكم، كنشكركم بزاف. اليوم يعني واش اليوم قالوا لك غادي تحلوا؟ انا مازال ما حليناش، راه انا كنت خدام في واحد القهوه اللي هي اخرى، ما عادي راه نعاونتهم باش نسيقوا هذا الشيء، داك الشيء اللي كاين اخويا. علاش ما حليتوش؟ هو مازال ما قالوا لنا والو، داك الشيء ديال الدوله، ماشي ديال شي واحد. القهوه اللي خدام فيها انا داك الشيء ديال الدوله، حتى هما ما دارين لنا اوراق لا والو. ما عندكم لا اوراق؟ لا ما دارين لنا والو مازال. اشنو باش كطالبوا؟ ايوا حنا كنطلبوا حقوقنا، داك الشيء اللي كاين، نطلبوا حقوقنا، يصوبوا لنا المسايد ديالنا باش نستافدوا حتى حنا. واش كتشوفوا ان هذا القطاع ديال القهوة يعني الناس خدامين ولا حقوق؟ ايوا راه ما كاين لا حقوق لا والو، راه الناس كيخدامين بحال الا خدمتي في الموقف. النهار دابا كطلع النهار ديالك 40 درهم 50 درهم، خصك تاكل الدراري وتشربهم وتخلص من الكرا والضو والماء، داك الشيء اللي كاين. اشنو درتي في 3 شهور؟ ايوا اش غادي عينا كما يدير؟ ما كنخرجوش زعما حنا، الا ما مشيتش للسوق ولا عند مول الحانوت داك الشيء فين كنخرج انا؟ قلت لك واش عانيت واستعاني مع الناس اللي تكرفسنا زعما؟ ايوا واش غادي داك الشيء؟ تكرفسنا بزاف هذا 3 شهور، ما كاين اللي عقل عليك، ما كاين اللي يقول لك هاك، ما كاين اللي يسوى عليك والو.